أعزائي متابعي قناتي، اليوم راح أخذكم جولة ويا البط البري. هاي المنطقة هنا أنا منطقة حلوة يلتم بها هذا البط البري، مو بس البط، اكو بش واكو طيور ما يباع ذول الفراخ مال البط البري، كبرانات لانو تشوفون كثير من البط موجودات هنا، مع العلم بالصفحة الثانية هناك موجودات قاتلين جو الاشجار. مع الاسف جيت اليوم شبعانين، عالم جاية قبلي هواية نابينهم اكيد، فلذلك الكل شبعانة. قسم من جدها بس انت ياكلون هذول كانوا يجون بالصيف ويهاجرون بالشتاء، يعني بالشتاء ثلج، بس بالوقت الحاضر دا اشوف بالشتاء موجودين يبقون، يعني يقعدون على الثلج. بقية البط ما يجون لأنه ماكلين هواية، يعني في نفس المنطقة اللي جايبين هواية. Yeah.